اي كومبلاينت ديزاين باي شيء، مش بس بالهذا، بالهندسه بشكل عام، بالميكاترونكس بشكل عام، كومبلاينت ديزاين يعني ايش؟ بتطابق مع ايش؟ مع ايش اسمهم؟ اليوزر ريكويرمنت. اذا كومبلاينت ديزاين ميت اور اكسيد، بس ما يعملها اكسيد كثير. تعملها اكسيد كثير شو بصير؟ ويستفول، بصير ويستفول. ايش هم اليوزر ريكويرمنتس؟ اليوزر ريكويرمنتس في عندي الكوانتيتي اوف سيرفيس، كويس هيك؟ إذا عندي في عندي quantity of service في quality of service. The quantity of service إحنا درسناها، إيش كانت اللي بتيجيني من اليوزر أو من اليوزر requirements؟ الأرايفل ريت، تمام، اللي هي AR percent، وحدتها كانت percentage of the building population in 5 minutes. إذا percentage وعرفناها تعريف تفصيلي اكثر، قلنا percentage of the building population requiring service in 5 minutes. اذا percentage of the building population requesting service in 5 minutes. طيب والسيستم شو بده يعطيني؟ بيعطيني إشي اسمه handling capacity وتعريفها شو بتتوقعوا تعريفها رح يكون؟ percentage of the building population served in 5 minutes. إذن هون رح يكون نفس الإشي نفس الإشي، بس هون الاختلاف رح يكون served in 5 minutes. شو لازم تكون العلاقة بين هدول الاثنين؟ هذا بده يكون أكبر من أو يساوي، بس ما بدنا إياه يكون أكبر بكثير، اوكي بده يكون اكبر من او يعني يفضل يساوي او اكبر من شوي. طيب نطلع على اليوزر ريكويرمنت الثاني. اليوزر ريكويرمنت الثاني شو بتقول لي بدي؟ الكواليتي اوف سيرفيس، عرفناها تعريفها بالانترفال. اذا هاي راح تكون انترفال تارجت، واللي هو طبعا احنا هون مفترضين انه الافرج، هذا الافرج فاليو او افرج تايم، افرج تايم between elevator arrivals at the main entrance. هذا التعريف طبعا مش صحيح الا تحت الـ incoming traffic، وراح يصير في تعقيد، ولذلك احنا بنضطر نغير شوي التعريف لما نروح على mixed traffic، لما يصير في عندي incoming و outgoing. بس هذا صحيح. اذا هذا required، اذا هذا arrivals average time required average time. هون ايش راح يكون؟ achieved average time، نفس هذا اللي هون. وايش راح يطلع معي هون؟ actual. ايش راح يكون عندي؟ ايش لازم يكون هذا بالنسبه لهذا؟ هذا بده يكون اقل من او يساوي. الديزاين الكومبلاينت ديزاين لازم يحقق الشرطين هذول اللي موجودين. هلا احنا عارفين الانترفال، انترفال اكتوال كيف حسبناه؟ ببدا بانترفال تارجت، بحدد عدد المصاعد، بس حددت عدد المصاعد برجع بشوف ايش الانترفال اكتوال اللي موجود هون. اي ار بنعرف احنا نحسبه ونطلع منه لامدا، ما اخذناش معادله هاي. مزبوط؟ تمام. اذا عندي لو جينا اطلعنا الان هون كم مصعد انا عندي؟ ال، كل واحد قديش بيحمل؟ اي. كم رحله راح يعمل لي بالخمس دقائق؟
إذا أنا بأخذني كل راوند تريب عم تأخذني RTT مثلاً 100 سكند رح أعمل واحد على واحد على RTT لا هلا عندي قديش الخمس دقائق 300 سكند ممتاز 300 سكند كم رحلة رح أعمل إذا كان أنا كل رحلة عم تأخذني RTT example 100 سكند RTT على 500 على 300 على RTT إذن هاي رح تصير عندي 300 على RTT هاي شو بتمثل؟ هاي this is the number of journeys اللي بقدر رح تطلع كسر معلش ما هي كسر يعني معناها إنه بالمدى البعيد رح أعمل هيك يعني نفترض كانت RTT 150 كم رحلة بعمل بالخمس دقائق؟ 300 على 150 مرتين كل مصعد طلع مرتين في كل مرة قديش حمل؟ بي بس كم مصعد أنا عندي؟ ال إيش هاي صارت وحدتها؟ passengers per إذن هاي P5 minutes المتحققة بس أنا بدي أعملها normalization حتى تصير percentage عايش بقسمها؟ حتى أحولها لمية بالمية عايش بقسمها؟ على على يو تمام أنا هاي وحدتها شو كانت P5 minutes كانت passengers per 5 minutes حتى ألغي passengers معيش بدي ألغيها بدها تصير percentage تذكروا هيها هون ها بدها تصير percentage of the building population صار عندي معادلة ال HC AR أعطاني إياه اليوزر صرت أعرف أحسب interval و interval إذن هلأ المثال رح نحل رح نطلع RTT ورح نصمم نظام system ونطلع العدد المطلوب